أول اكتشاف لفيروس الإيبولا كان سنة 1976 جنب نهر إيبولا في جمهورية الكونغو، وعشان كده تسمى بنفس الاسم. رجع تاني بقوة سنة 2014 وأدى الوفاة حوالي 2600 قتيل في دول غرب إفريقيا. العلماء قالوا إن الفيروس بينتقل عن طريق الحيوانات وخصوصاً الخفاش. أعراض المرض: حمى وصداع وقيء، وبيكون معاها إسهال وألام في المعدة ونزيف وألام في العضلات. لو الأعراض ما اتطورتش خلال 21 يوم بيكون وضع الحالة في أمان، ولو في مستشفى بيفرجوا عنه. الفيروس بينتقل إزاي؟ بينتقل عن طريق الاتصال المباشر، سواء بسوائل من جسم شخص مصاب أو الحاجات الملوثة بالفيروس وكمان الحيوانات المصابة. طب إيه الحاجات اللي مش بتنقل الفيروس؟ حاجات كتير، منها المية والهواء والأكل. لحد دلوقتي مفيش علاج للفيروس، الحل الوحيد هو معالجة الأعراض مع ظهورها، وده بيتوقف على مناعة كل شخص. بس اللي بيخف جسمه بيكون أجسام مضادة للمرض ممكن تعيش معاه لمدة 10 سنين أو أكتر. إيه هي الدول اللي ظهر فيها الفيروس لحد دلوقتي؟ يمكن العدد بيزيد. بنشكر دوت مصر الحقيقة، هم اللي جابوا لنا هذا التقرير القصير عن الإيبولا التوعوي جدا، لكن الأرقام احنا بنتكلم في 9000 191 حالة وال 4500 50% بالضبط 55% من الحالات تقريبا وفيات. طيب هنعالج ازاي؟ العلاج حضرتك هو حتى هذه اللحظة في الأدوية اللي موجودة على مستوى العالم، منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في أطلانتا لم يقر علاج معين أو علاج نوعي للإيبولا، لكن في ترايلز وفي مجهودات من بعض الدول إن بعض العلاج وجربوه على مجموعات محدودة من الحالات المصابة عشان يبقى ده نوع من العلاج. لكن فيه هي خريطة، احنا كوزارة الصحة حاطين فيه خريطة تدعيمية لعلاج المضاعفات لما بتحصل، احنا حاطينها في وزارة الصحة عشان نتعامل مع الحالات ازاي. وزي ما بقول لحضرتك لحد النهاردة كل ما هو متاح في العلاج، مفيش قدام الشغل لحد دلوقتي ما يتش ان في علاج هيتاخد للمريض فهيخف المريض. بس مثلا في امريكا في واحد خف واحد اتوفى، بالظبط كده اتنين خفوا، اتنين او اتنين خفوا ممرض ودكتوره، واحد دكتورة. طب اللي خف ده خف بايه؟ ما هو زيما خد مونوكلونال، حاجه اسمها مونوكلونال انتي بودي، وهو حضرتك زي ما احنا بنقول احنا شفنا الوفيات هي 55%. طب ما هو في معنى كده ان في 45% من الحالات خفت، فهل ال 45% من الحالات اللي خفت ديت هي كلها خدت العلاج دوت؟ فالمحد لسه طبعا دي كلها تحت ايه، طبعا دي بتعتمد على الشخص المصاب ده مناعته قد ايه وسنه كل الحاجات دي كلها بتخش فيه. هو خد العلاج راح بدري، كتير جدا بيتوفوا من هذا المرض الحقيقة. هو حضرتك بالنسبه لوبائيات المرض مفيش مش معمول ان بيقول ان هو بياخد فئه عمريه اكتر من فئه عمريه، هي بتاخد الفئات العمريه كلها اكتر. دكتور سعد، الفئه العمريه الاكبر. دكتور سعد حضرتك ايه اخر حاجه في علاج هذه المرض؟ هو اخر حاجه في كذا ايتم، هو في ارتكل النهارده مجله انتشرت امبارح في مجله اسمها نيو انجلاند جورنال ميديسن، دي من افضل المجلات العالميه للطب بالنسبه لنا. عملوا استدي على 1500 حاله في الثلاث بلاد وشافوا قد ايه السن وقد ايه العمر وقد ايه الجنس اللي حصل فيه المرض. لقوا الرجاله في 48% من الحالات
والستات اكتر. قبل كده كان الرقم اكتر من كده كتير، كان الفيميلز 75% الستات، ولكن دلوقتي في الاستاد الاخراني قالوا لا اولموست 50-50 تقريبا. الجديد برضو في الموضوع قال لك ان الفئه العمريه من 15 ل 40 سنه او 25 ل 45 سنه 60% من الحالات كانت في الفئه العمريه اللي هي الميدل ايج، 60% من الحالات. الجديد في العلاج عملوا ايه؟ حاجه شركه اسمها ماب في امريكا عملوا دواء اسمه زي ماب. زي ماب جابوا الايبولا فيروس وحقنوه جوه النيكوتينيا فيروس. النيكوتينيا ده اللي بيعدي نبات النيكوتين، فالنيكوتينيا نبات النيكوتين نفسه راح مطلع انتي مضاد. خدوا المضاد ده وعملوا ثلاثه مونوكلونال انتي بودي او ثلاث مضادات حطوهم في دواء اسمه زي ماب. الزي ماب ده جاب من الستيتس واستخدم الى ممرضه امريكيه نانسي ريدبول ودكتور امريكي كانت برانتلي. الاثنين دول دي يوز ذا ماب اند دي ريكفر توتالي، مع انهم كانوا وصلوا لمرحله شوك. بس اهم حاجه مش كده، اهم حاجه في الاول اول مريض يدخل لي اريسستيتهم محاليل يعني محاليل دم بينزف اديله بلازما اديله دم في فقر دم تؤدي لاستقرار حالته والنكد عمل استقرار حالته. وبعدين افكر في الباقي اللي عايزين هنا في مصر بالزبط. نجيب حاجات زي كده. في دواء تاني اسمه الفافي بريفير، اليابانيين هم اللي عاملين الموليكيول ده، كانوا بيستخدموه اصلا عشان الانفلونزا. في جماعه في هامبورغ في المانيا جابوا برايمتس اللي هم الشمبانزي والحاجات دي وعدوهم بالايبولا واستخدموا معاهم الفافي بريفير، ريسبونس اولموست 100%. طب عندي سؤال الحقيقه، في مرة يعني فرنسيه في باريس وجاب نتائج كويسه الفرنسيه. يشعر الانسان انه معقوله بالعالم بكل هذا التقدم، معقوله العالم بكل هذه التكنولوجي؟ ده احنا اللي بنعمل ده، العالم ده اللي عمل الحرب الكيماويه. يعني هو اللي عمل الحرب الكيماويه وبعدين بيقضي على الحرب الكيماويه. واحيانا في نظريات تقول لك ما هو ده لصالح شركات الادويه في النهايه، يعني يخلق الفيروس كي تخرج الشركات اللي بتبيع الملايين. شفنا ده في سايز، شفنا ده في الكورونا، شفنا ده في ايه. في كلام عن الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده موجود، وفي كلام عن حكايه البيولوجيكال ويبونز في اكتر من بلد في العالم فيها البيولوجيكال ويبونز، ومنها الانثراكس والايبولا من ضمن البيولوجيكال ويبونز. بس طبعا اي كانوت كليم، ما نقدرش نقول، بس يعني العالم ده كله كل التقنيات دي مش عارفه تكتشف علاج لهذا المرض حتى هذه اللحظه، علاج وتطعيم كمان. مع ان مع ان هذا المرض من سنه 76 لكن لحد دلوقتي مفيش ولا ليه لقاح. في برضو تجارب على لقاحات بتتعمل لكن مفيش، لا يوجد لقاح حتى هذه اللحظه. انا قصدي سارس، انفلونزا الخنازير، كورونا، احنا بنمر بموجات من الاوبئه، يمكن ده اشدها واشرسها. بس ده طبعا في شركه كنديه جابت بعتت 40 فاكسينز للستيتس، وبداوا لاست مندي دي فاكسينيتد 39 هيلث كير وركر. هل نفع؟ عشان فيز 1 ترايل هو لسه ما نفعش لسه. هو بيعملوا اول فيز ترايل يشوفوا ده حاجه تعمل هارم ولا لا، تعمل الوقايه سيفتي ولا. هي دي هي الوقايه، هي الوقايه حضرتك. يعني الوقايه اول حاجه احنا نقولها اللي هي الاجراءات اللي تنفذ، الاجراءات اي حد عائد. يعني احنا بنتكلم عن نصائح عامه عشان كل المشاهدين معانا يبقوا معانا فيها. نقول ان اي واحد، احنا طبعا اول حاجه بنحذر الناس، واحنا وزاره الصحه طلعت هذا البيان، ان هي للسفر الى دول غرب افريقيا دي اول شيء بنحذر التحذير الا للضروره القصوى. يعني بص يا دكتور، انا وقتي خلص، بس بص الناس وهم بيطلعوا المريض للطياره مثلا، ده كل الاجهزه دي ده ما فيش اي حاجه منهم معرضه للهواء، يعني كله عشان الفيروس ده بيتنقل عن طريق العرق، العرق نفسه اللي ممكن يبقى موجود في ايد الشخص المريض، العرق فقط، ويتنقل تاني لايد شخص تاني. العرق ممكن ينقل الفيروس، ممكن ينقل. فالوقايه حضرتك بتقول لي رقم واحد، احنا بنحذر الناس للسفر لهذه الدول الثلاث دول دولت، بالرغم ان منظمه الصحه العالميه لا توصي بحظر السفر من والى هذه الدول، لكن احنا بنحذر الناس من السفر لهذه الدول الا في الضروره القصوى. رقم واحد. رقم اثنين، اي شخص عائد، عشان مش اي واحد هنا جوه مصر يجي له الاعراض ديت يقول الله ده انا عندي ايبولا، لا، اي شخص عائد من هذه الدول ثلاثه وجاله اي من الاعراض اللي طبعا اتقالت دلوقتي في التقارير كلها، لازم يتوجه الى اقرب مستشفى حميات أو ويقول، او يتكلم 105، او في عندنا خط ساخن رقمه 105 بيعمل يوميا من الساعه 9 صباحا للساعه 9 مساء. الحاجه الثانيه، او اي شخص مخالط، ده رقم ثلاثه، لشخص جاي من هذه الدول وجاء ظهر عليه اي من هذه الاعراض، برضو يتوجه الى اقرب مستشفى حميات اصلا. مصر ده على الناس. مصر بعتت مساعدات لغينيا على ما اعتقد، وايضا بعتت مساعدات راحت لغينيا. احنا في عندنا طبيب زميلنا شاب
من الطب الوقائي هو سافر ليبيريا. ربنا معايا بقى عشان يرجع بالسلامة ان شاء الله. يرجع بالسلامة ان شاء الله. انا بشكركم. الوقاية طب في 30 ثانية يا دكتور. الوقاية تاني زي ما الدكتور عمرو تفضل ان هو اول حاجة ان احنا لو سافرت الاماكن زي دي ما تعرضش للاماكن للحتت اللي فيها ايزوليشنز او حتت اللي فيها عزل او غيره، ما تعرضش للكلام ده كله. اول عرض يجي لي الجأ لمستشفى وانا راجع واقول لهم في ترافل هيستوري ان انا كنت مسافر في المكان الفلاني، لان الاخ السعودي اللي دايت في السعوديه اللي كان سسبكت كيس ما كانش كونفيرمد لان بيسي الار بتاع النجم، راح سالوه فرانكلي منين انت جاي؟ انا جاي خايف طبعا. في حاجه مهمه كمان استاذه ميسا، اخر حاجه اقولها ان يا ريت في عشان بس الشائعات اللي بتطلع والكلام دوت، احنا كوزاره صحه لا قدر الله لو في اي حاجه هنقول مفيش داعي عشان بيطلع من حين لاخر ما يكونش مرض. لا احنا بنؤكد ان مصر خاليه من الايبولا حتى هذه اللحظه، مفيش ولا حاله اشتباه. والدكتور بيقول ان احنا مستعدين ايضا وعندنا البيضه للفضاء دي. عندنا فندم كل الادوات الوقايه الشخصيه موجوده. شكرا بشكركم، شكرا جزيلا دكتور عمرو قنديل وكيل اول وزير الصحه للطب الوقائي، والدكتور احمد سعد استاذ البطنه ورئيس وحده الامراض المعديه بالقص العيني. يعني مش ناقصين ايبولا يعني، بس ربنا يستر ان شاء الله نكون مستعدين بالعلم والتقنيات الوقاية، وان احنا نبقى عندنا دراية والوعي. الوعي مهم جدا، ومفيش داعي نسافر لهذه الدول يعني الا لو في سفير او يعني حد دبلوماسي او ما الى ذلك، لكن مصر بتساعد ايضا بارسال اطبائها للطب الوقائي لهذه الدول. احنا جزء من العالم ولا يمكن ان نفصل عليه، بل احنا جزء من افريقيا وعلينا ان نساعد افريقيا، لان مصر دولة يعني دولة كبيرة، دولة مش دولة صغيرة، وان شاء الله يكون عندنا الاستعدادات الصحية السليمة. اشكركم ونتقابل بكرة، وهذه لميس الحديد تحييكم، تصبحوا على خير.